لكان لك تصريح أن المجتمع الذي يسكت على الاعتقالات السياسية مجرم. كيف ترى الوضع الآن؟ طبعا هذا التصريح هو تصريح مبدئي وقائم ومستمر أيما كان النظام السياسي وأيما كان الرئيس. وهذا التصريح يعني ربما كان في عهد الرئيس مبارك وهو قائم، وسوف أدين الاعتقال السياسي في أي عهد كان، سواء كان عهد الرئيس السيسي، عهد الرئيس مبارك، عهد الرئيس سين الذي قد يأتي وإحنا على قيد الحياة، ربنا يدينا ويديك العمر. الوضع الآن في مصر، الاعتقال السياسي كان جزء من قانون الطوارئ، صحيح، القانون 162 لسنة 58. هذا القانون كان فيه المادة الثالثة منه، البند الأول منها كان يجيز للحكومة في حالة فرض حالة الطوارئ وتطبيق القانون إيقاف أو اعتقال أو احتجاز أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص في مصر. أتت المحكمة الدستورية العليا في مصر منذ حوالي عامين وألغت هذا النص تماما، صحيح، وبالتالي لم يعد باستطاعة أي حكومة ولا أي وزير داخلية أيا كان أن يحتجز مواطنا لأكثر من 24 ساعة، لأن هذا كمان نص تاني في لجنة الخمسين لوضع الدستور اللي تشرفت بعضويتها، وضعنا هذا النص أنه لا يجوز لأي سلطة أن تحتجز أي شخص لأكثر من 24 ساعة ويعرض على النيابة العامة. ما هو موجود في مصر الآن؟ محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا محددة أو هم يحاكمون أمام محاكم. في الحالة الأولى اللي بيقرر مدتهم في الحبس هو عضو النيابة، سواء وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو محامي عام أو النائب العام. الذي يقرر استمرار حبسهم في حالة المحاكمات هو القاضي وهيئة المحكمة. وبالتالي مصطلح الاعتقال السياسي لم يعد قائما الآن في مصر، لا بحكم الدستور ولا بحكم القانون. ما رأيك في حكم لصدرة المحكمة بخصوص محمد حسني مبارك وحبيب العدلي وبعض قيادات الداخلية وأبنائه؟ طبعا يعني أثير لغط عليها كبير، أثير حقيقة لغط، والسياسيين طلبوا يعني أحكام سياسية، وهذا حكم السيسي، وهذا حكم وين كنا وين نسمع منه. طبعا التعليق على الحكم القضائي هو أمر ممنوع في مصر بحكم القانون، وهذه مسألة يجب أن إحنا نضعها في اعتبار. ليه؟ أنا هقول حاجة تانية قد يعني يتقرب المسألة. ممكن واحد مننا يكون عنده قريبه أو ابنه أو حد من قربه بيعمل عملية جراحية، بيخلع درس من دروسه، اللي بيعملها طبيب. أنا كمواطن وده قريبي ويهمني، الحقيقة ما أقدرش أفتي فيما فعله الطبيب. أنا ممكن أشتكي الطبيب إلى جهة اختصاصه، لكن أنا ما أقدرش أفتي في الأمعاء أو في المعدة أو في المخ أو في الأسنان. القضاء تعال نتعامل معاه كأنه طبيب، ممكن نشتكيه، بس نشتكيه فين؟ في الدرجة الأعلى اللي هي محكمة النقض. لكن لا يمكن أنا أحط نفسي محل القاضي أو محل الطبيب فأتلبس لباس الأطباء وأقول لا والله وأنا لست مؤهلا. وكذلك القضاء، حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الناحية القانونية هذه المحكمة قالت فيه أنه بريء. محكمة مثلها قالت قبل كده أنه يستحق الإشغال الشاقة المؤبدة، صحيح، ولذلك خلقت المحاكم الأعلى. لا هنا في تسييس ولا هناك تسييس، المحاكم الأعلى أن هناك أخطاء في تنفيذ الأحكام، في النطق بالأحكام، ولذلك لو أن القاضي لا ينطق عن الهوان ما كانش في محاكم أعلى، صح. ومن ثم الحكم من الناحية القانونية هذه المحكمة ترى كذلك. المحكمة الأعلى والأخيرة محكمة النقض هي أعلى المحاكم في مصر، هي اللي هتقرر مصير الحكم القانوني. مصير الحكم السياسي اتخذ الشعب المصري وانتهى، صح. لولا 25 يناير، هو اللي خرج في 25 يناير و11 فبراير ومنهم ومعهم الجيش المصري والرئيس السيسي، هو ما كانش ده حكم سياسي؟ حكم سياسي بنهاية عهد الرئيس مبارك في ذمة التاريخ، صح. ولا يمكن ان احنا، وهذا جزء من ما يجب ان يقال الان، نعم من الحق البعض ان ينتقد حسني مبارك، وانا بالمناسبة عندما اتى حسني مبارك الى الحكم في يوم 13 اكتوبر 81 كنت أنا في المعتقل في نفس اليوم بقرار بعد اغتيال الرئيس السادات لاعتقال معارضين وفقا لقانون الطوارئ. وعندما انتهى عصر مبارك في ديسمبر 2010
انتخابات مجلس الشعب الشهيرة، كنت أحد المسقطين في هذه الانتخابات. وبالتالي ولكن بالرغم من هذا، بالنسبة لي حسني مبارك في ذمة التاريخ، الذي يبقى الآن هو مصر المستقبل. نعم، القضاء يحكم على حسن، الشعب حكم وانتهى، حسني مبارك انتهى. وبالتالي لا نريد أن نضيع في رأيي يعني بعض القوى السياسية، بعض ربما الشباب بحسن نية الحقيقة يريدون أن نناقش في الماضي في أكثر مما نتطلع للمستقبل. أمريكا كانت عندها نية بتغيير خارطة الأمة الإسلامية والعربية أيام الربيع العربي. فالشو الوضع الحالي، علاقة الولايات مع مصر ودول المنطقة، دول الأمة العربية والدول الخليجية، شو تشوف الوضع؟ الحقيقة الربيع العربي بدأ بدون شك عربيا، بدون شك كان هناك مظالم حدثت في دول عربية كثيرة، منها بلدي، منها مصر، وأن الناس إنما تحركوا بدوافعهم الخاصة وتحركوا بطريقتهم أيضا. تونس تحركت بطريقتها وهي كانت نفس الطريقة المصرية، تحرك سلمي للرفض، للإعلان الرغبة في التغيير. لكن الدول الكبرى، وده هنا بيسمى لعبة الأمم، الدول الكبرى حقيقة لما تلحظ وجود تغيرات في مجتمعات مش هتبقى دول كبرى إذا لم تسعى لتوظيفها، تبقى دول صغرى. الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ولها مصالح في كل مكان، وخاصة في منطقتنا في الشرق الأوسط أو الخليج، وبالتالي التقطت ما يحدث في المنطقة. ولعل حضرتك تتذكر مثلا اللي حدث أثناء الثورة المصرية، الرسائل المتناقضة اللي كانت بتأتي إلينا من واشنطن تجاه ما يحدث في مصر. بعض الرسائل كانت تقول أنه أمريكا تساند الرئيس مبارك، صح، وبعدها بيومين نجد أنه الآن، تعني الآن الأمس وليس غدا، فلتقل أنك موافق على التغيير، فتعطي إحساس بأنه أمريكا تريد التغيير. كانت هذه مرحلة إعادة الحسابات إلى أن رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن التغيير قد بدأ، فأرادت أن تستفيد من التغيير. تستفيد من التغيير عبر مين؟ هي القوى السياسية اللي كانت موجودة اللي قام بتغيير الشعوب، عشان لا نخدع أنفسنا. يعني أنا في مصر لا أعتقد أن قوة سياسية واحدة أيا كان حجمها تستطيع أن تزعم أنها صنعت التغيير. اللي صنعوا هؤلاء الملايين من المجهولين، مجهولي الأسماء. الولايات المتحدة الأمريكية مش هتتعامل مع جمهور، لكن لازم تتعامل مع قوى سياسية. من تعرف في القوى السياسية؟ قوى سياسية إما قوى ليبرالية وهي ضعيفة، أو قوى يسارية وهي أضعف، أو قوى إسلامية وهي المرشحة كانت للتعامل، صح، لأنها كان لها سجل في التعامل سابق، وكانت هناك أيضا معارك مشتركة، أبرزها كانت معركة ضد الاتحاد السوفيتي في 79 في أفغانستان، وكان هناك من الإخوان المسلمين من ذهبوا مبكرين إلى أفغانستان قيادات كبرى، أبرزهم سالم عزام وغيره ممن التحقوا بعد ذلك أو تدربت عليهم القاعدة. وفي دول كثيرة كان الإخوان اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية. فكان طبيعيا أنه وسط القوى السياسية دي كلها يبدأ أمرين: الأول الاتصال بالقوى الجاهزة الإخوان، اثنين محاولة إعداد بعض القوى الأزهر. ومن هنا بدأ الاتصال بالشباب أو ببعض الشباب اللي هم الناشطين كما يسمون الآن، لكن لم يكن يمكن أن يعول على الناشطين في لعبة تغيير المنطقة. الناشطين تعبير مصري، معظمهم في مصر، جزء صغير في تونس، لكن الوجود التنظيمي للإخوان في كل مكان. ولذلك كان الترتيب لتغيير المنطقة استغلالا للربيع العربي هو الاعتماد على الإخوان المسلمين. حلو. والإخوان المسلمون طبعا كقوة منظمة استطاعوا أنه يفوزوا في تونس ويفوزوا في مصر ويفوزوا في ليبيا في المرحلة الأولى، صحيح، وهذا عظم من توقعات صانع القرار الأمريكي بأنه يعتمد بالفعل على شيء حقيقي. ومن هنا بدأ الإخوان في رأيي يمارسون الاستعلاء كما يصفونه هم، لكن الغباء كما نصفه نحن. نعم، أنه صارع في قضية التمكين، صارع فيها في مصر بمعدلات هي التي أودت به في النهاية، وصارع بها أيضا في تهديد دول الخليج، الدول الرئيسية، بمعدلات أيضا أدت إلى خلق التغير الجديد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف له كيف تعالجه، اللي هو التحالف الجديد في المنطقة،
ما بين مصر، السعودية، الكويت، والإمارات، البحرين، وعلى جانبه الشرقي الأردن، وعلى جانبه الآخر الجزائر والمغرب، لأنه هذا التحالف نشأ دفاعا عن النفس، دفاعا عن الذات، دفاعا عن الوجود. كان الجميع مهددون بسبب أنه الإخوان متعجلون والأمريكيون صامتون أو ضاغطون من أجل هذا. وكان في تعجل إسقاط مصر وتقسيم مصر. مصر كان الحقيقة انتظرها مصير أسود، وأنا بقول يعني بأتحدث وأنا ظللت حوالي 20 عاما من عمري متهم أحيانا بأني أكاد أكون في مرتبة عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، من كثرة تعاطفي معهم، من كثرة وقوفي معهم ودراستي لهم بحكم تخصصي، وكان لي علاقات حميمة جدا جدا بقيادات كبيرة جدا في الجماعة. لكن أنا بقول أنه لو استمر حكم الإخوان في مصر لكان مصير مصر أسوأ مما نتخيل، وكان مصير المنطقة أسوأ مما نتخيل. إذا سقطت مصر السقطة الأخيرة الخليج بالكامل صحيح كان سيكون مهددا صحيح. وليبيا كانت ستكون غير ليبيا التي نعرف اليوم، والسودان كان سيكون سودانا آخر، وكان الأردن لن يصمت كثيرا، وكنا سنسقط في مشهد في الحقيقة يعني مروع للمنطقة ككل. ولذلك الأمريكيون أيضا لهم خاصية أخرى، إنهم عمليون براجماتي، لما أدركوا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن تغيروا معها، تغيروا وحيتغيروا أكثر.